دايما بتسمع كده يقولك رحلة صعود فلان وقصة نجاح فلان، بس تعالى النهاردة بقى يقولك يعني ايه بجد رحلة صعود من السجن للعالمية. سنة 99 اتقبض على ممثل صغير اسمه روبرت داوني جونيور لحيازة وتعاطي المخدرات، وبعد كذا سنة من السجن والمصحات يقدر يتعافى تاني ويرجع لفورمته، ومارفل تختاره سنة 2008 لبطولة اول فيلم في عالمها السينمائي وهو فيلم ايرون مان 1، ويكون اجره في الفيلم ده $500,000 بس، وارباحه بعد عرض الفيلم $2 مليون، وبعد نجاح الفيلم يعمل ايرون مان 2 ويكون مكسبه حوالي $10 مليون، وبعدها بثلاث سنين كمان يعمل ايرون مان 3 ويكسب توتال $50 مليون. بس مش ده الحوار بقى خالص، الحوار بجد هو انه ظهر في فيلم سبايدر مان هوم كومينج حوالي ربع ساعة اخد فيها $15 مليون، يعني تقريبا $1 مليون على كل دقيقة واحدة ظهر فيها في الفيلم ده. وده طبعا غير بقيه افلام افنجرز اللي ظهر فيها كلها وكان اجره فيها عالي جدا. هقوم انا بقى ادفع اخر 50 جنيه في جيبي في حجز تذكره فيلم مارفل الجديد. سلام عليكم.